السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنقدم لكم آخر واحدة معانا في الفصل الدراسي الأول يونت 6، مجموعة كلمات بيجي بعدها to المصدر ومجموعة كلمات بيجي بعدها الفيرب زائد ing. قبل ما نبتدي مع بعض طبعا حابب أقول لكم إن إحنا اللي بنشرحه بسيب لك منه ملزمة في صندوق الوصف، حابب تحملها وتتابع معانا هتلاقيها برضو موجودة، وهسيب لك رابط المنصة اللي حابب يشترك معانا في المنصة يحل أكتر وتمرينات أكتر، والملازم كلها موجودة هناك برضو بسعر رمزي، بتشتري الترم كله بسعر بسيط جدا، محاضرات بتنزل لك هناك برضو بالترتيب. يلا كده بينا نبتدي مع بعض. الدرس بتاعنا بيقول ING forms or the infinitive. الدرس ده كان موجود في الصف الثالث الإعدادي بس كان باختصار، اللي هو مجموعة حاجات بيجي بعدها to المصدر ومجموعة حاجات تاني بيجي بعدها الفيرب زائد ING. الدرس ده فيه مشكلة بسيطة خالص، لو انت عارف المشكلة دي هتعرف تحل اي جملة. فكرة الدرس كله معتمد على ان انت، شوف انا كاتب لك افعال يأتي بعدها to المصدر، يبقى خلاص انت ما عندكش حل غير انت دلوقتي تعمل ايه، هتضطر ان انت تحفظهم، تقراهم اكتر من مرة، تقسمهم كل يوم تذاكر منهم كام واحد. نفس النظام هنا، افعال وتعبيرات هيجي بعدها ing. طبعا في حاجات كده في النص هنقولها دلوقتي، بس ده اللي يهمني ان الدرس معتمد اكتر على الحفظ مفهوش فهم، هقول لك ازاي دلوقتي. تعال كده نقرا مع بعض. انا كاتب لك افعال ياتي بعدها تو المصدر، يبقى الحاجات اللي انت هتشوفها دلوقتي ديت واللي انا مكمل لك عندها كتير، عندك في كتير منها في الملزمه، اول ما تشوفها مطلوب منك يجي بعدها تو المصدر. كلمه اجري يوافق، كلمه ارينج يرتب، كلمه ليرن يتعلم، بلان يخطط، وونت يريد، تشوز يختار، بريتند يتظاهر. وانا اعمل لك نقط يعني فيها افعال تاني كتير، هديك مثال. لو انا مثلا قلت ايه، I want، انا اريد، I want be an engineer. engineer يعني ايه؟ مهندس. وعايزين نعدل الكلمة دي، I want to be engineer. خلاص الفعل want قلنا من الافعال اللي بتاخد to المصدر، يبقى I want to be an engineer وهكذا. يبقى مجموعة الحاجات دي اللي انت هتذاكرها دلوقتي بيجي بعدها to زائد المصدر، الحاجات دي بيجي بعدها to المصدر. طب هنا بيقول لي بقى افعال يأتي بعدها الفعل مضاف له ing، زي كلمة enjoy. enjoy لما بيجي بعدها مثلا واحد يقول ايه، انا بستمتع بمشاهدة، يقول I enjoy watching movies. I avoid، انا تجنبت مثلا playing at night، مش بلعب بالليل متأخر فيديو جيمز مثلا. دين avoid يتجنب، deny ينكر، finish ينهي، suggest يقترح، mind يمانع. وفي تعبيرات تاني برضو زي can't stand اللي هي تحمل يجي بعدها ing، be worse يستحق، be busy مشغول، feel like يشعر برغبة. الحاجات دي كلها هتحفظها اول ما تشوفها يجي بعدها ing. طيب نقول كده ملاحظة قبل ما ايه ندخل في ايه، في حاجات تاني. طيب بيقول لك ايه، بيقول لك الكلمات اللي هي زي كلمة like، زي كلمة love، زي كلمة هيت أو بيرفير يفضل، خلي بالك بقى من التلات كلمات دول. التلات كلمات دول لو معاهم قبلهم هنا أبوستروف دي وود، أو الكلمة الكاملة بتاعتها وود، يعني لو أنت مثلا جيت قلت لك I would like، يعني أنا أود، خلاص الجماعة دول would like would love would prefer أو hate برضو يكره، الجماعة دول ما بيجيش بعدهم إلا تو المصدر طالما في would. يعني أقول إيه، I would like to play، انا اود ان العب واكمل، يبقى لايك ولاف وبرفير لو جه معاهم ود لازم يجي بعدهم تو المصدر. طب لو مش معاهم ود بقى براحتك، عايز تجيب تو المصدر ماشي، عايز تجيب فيرب زائد اي ان جي ماشي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن اقول اي لايك والمعنى مش هيتغير، اي لايك هنا في ود لا، يبقى اقول اي لايك بلاينج على طول، I like playing، أو I like مفيش would برضه، ممكن تقول to play. ناخد بالنا من الملاحظة. طب المعنى يا مستر اتغير؟ لا المعنى مش ايه، مش هيتغير ولا حاجة. تاني يبقى like و love و prefer لو معاهم would لازم to المصدر، معاهمش would هيجي بعدهم verb زائد ing أو to والمصدر. عندي برضه فعلين تانيين اللي هما كلمة ايه، continue، continue اللي هي يستمر، و start يبدأ. الأفعال دي continue و start عادي، عايز تجيب بعدها to المصدر ماشي، عايز تجيب بعدها verb زائد ing ماشي، برضو دون تغيير في المعنى، مفيش تغيير، دون ملهمش علاقة بود كلمة continue وكلمة start. هسيب لك البورد وبعد كده هديك كده كام ملاحظة، بس الدرس الأساسي بتاعنا اهو
الحاجات اللي بيجي بعدها تو المصدر لازم تحفظها، والحاجات اللي بيجي بعدها الفيرب زائد اي ان جي دي افعال، ودي بعض الايه التعبيرات. هسيب لك البورد، خد سكرين ونرجع نكمل مع بعض تاني، نشوف بقى الايه الملاحظات، الحاجات اللي جوه السطور بتاعت تو المصدر وبتاعت الفيرب زائد اي ان جي. بعد كده عندي مجموعة أفعال ينفع يجي بعدها تو المصدر وينفع يجي بعدها ان جي، بس في اختلاف في المعنى مع وجود اختلاف، يعني انت لما تشوفهم في الجملة لازم تفكر وتشوف معنى الجملة تاني. يبقى احنا خدنا أفعال مفيش اختلاف زي continue و start، الحاجات ديت مفيش اختلاف. خدنا like و enjoy برضو مفيش اختلاف لما يكونش معاهم would. لا دول بقى في اختلاف. اول فعل عندي الفعل remember، وremember معناه يتذكر. عندي ممكن يجي بعده to المصدر وممكن يجي بعده ing، يعني هنا بيقول لي he remembered to call وهنا بيقول لي he remembered watching. ايه الفرق لما يجي بعد remember to المصدر ولما يجي بعدها الفيرب زائد ing؟ هنا he remembered to call his friend، هو تذكر ان يتصل بصديقه، معنى كده انه لم يفعل الشيء. يعني ايه لم يفعل الشيء؟ هو اصلا ما اتصلش. يبقى remember لما بيجي بعدها to المصدر معناها ان انا لم افعل الحاجة دي، ما عملتهاش. يبقى تذكر ان يفعل بس انت ما عملتش. he remember to call يعني واحد يقول ايه ده انا افتكرت ما اتصلتش عليه، يبقى او ان افتكرت ان اتصل عليه، بس هو معنى كده انه ما عملش كده، لم يتصل. انما verb زائد ing فعل الشيء. he remembered watching this film، هو لما شاف الفيلم افتكر ان هو ايه عمله او شافه يعني. بعديها نفس النظام، كلمة forgot ينسى، to close وبرضه نظام forgot reading. forgot to close لما اقول لي هبة forgot to close the door، نسيت ان تغلق الايه الباب، بعد معنى كده ان هو ايه ما عملتش كده، يعني هي اصلا ما قفلتش الايه ما قفلتش الباب. هي بقى forgot reading this book يعني قرت الكتاب ونست ان هي فعلت، يعني هي فعلت الشيء بس نسيت ان هي قرت هذا الكتاب من ايه من قبل. بعد كده عندي I regret to say، regret يعني يندم، وهنا برضو regret يندم ينفع يجي بعد to المصدر ing. لما بيجي بعد to المصدر اللي هو بيندم على قول شيء، يعني حاجة انت قلتها ندمت ان انت قلتها. انما verb زائد ing عمل حاجة خلاص وندم ان هو عملها. يعني هنا بيقول لي he regretted watching this film، هو ندم على مشاهدة هذا الفيلم مثلا because it's boring. يعني it's boring انه ممل. انما regretto انت قلت حاجة وقلت يا ريتني ما قلتها خلاص. هنا بقى stop اللي هو يتوقف يجي بعدها to المصدر ويجي بعدها ing. stop لما بيجي بعدها to المصدر يتوقف ليفعل، يتوقف لفعل شيء معين. يعني مثلا انت مسافر وقلت للسواق استنى انا هشرب حاجة، يبقى تستخدم to I stopped drink لفعل شيء معين. انما stop verb زائد ing توقف شبه دائم، يعني حاجة انت مش ناوي ترجع لها تاني. مثلا he stopped smoking، توقف عن الايه عن التدخين. هنا he tried، try اللي هي يجرب او يحاول، وهنا try برضو to المصدر وهنا ing. try لما بيجي بعدها to المصدر he tried escape اللي هو يحاول ان يفشل، يحاول ان يفعل شيء، يبذل مجهود، وغالبا ممكن تفشل يعني، بس هو انت بتبذل مجهود. هنا في بذل مجهود، بذل مجهود ممكن تنجح وممكن تفشل، بس غالبا بيكون ايه اهو he tried to escape، هو حاول يهرب، معنى كده ان هو ايه لم يوفق. يعني اقول مثلا زي ماستر كوت هم المدير مسكه مثلا. try taking this medicine، لا يحاول ان يجرب، يحاول ان يجرب شيء معين. يعني بيقول له try taking، هنا ايه حاول تجرب ان انت تاخد this medicine، هنا مفيش مجهود، انما فوق في مجهود. try to حاول ان تفعل شيء في مجهود، انما try verb زائد ing ده يحاول ان هو يجرب حاجه زي try taking this medicine، try مثلا wearing this dress، حد رايح مثلا يشتري فستان فنقول له خد جربه، هنا مش هيبذل مجهود، ده بس هو هيلبسه خلاص ويشوف مناسب ولا مش مناسب. يبقى مجموعه الافعال دي اللي هي remember و forget و regret و stop و try، الافعال دي لو جه بعدها to المصدر بتدي معنى، لو جه بعدها verb زائد ing بتدي معنى مختلف. انا عرضتك الامثله على طول، وفي الملزمه عندك انا كاتب لك برضو امثله اكتر، وكاتب لك الشرح بالعربي قدام كل verb كل فعل من الافعال. هسيب لك البورد، خد سكرين ونرجع نكمل الجزئيه الاخيره معانا
في الفيرب زائد ING وتو زائد المصدر. بعد كده عندي مجموعة من التعبيرات بيقول لي يستخدم الفيرب زائد ING بعد تو. هي دي الغريبة في كده، ان انت غالبا لما بتشوف تو بتقول بيجي بعدها مصدر، بس الكلام ده هنا لا، ده هنا هيبقى في تو وبعد كده هيجي بعدها الفيرب زائد ING. دي الملاحظة بتاعتنا. تاني، يبقى الحاجات اللي هنقراها دلوقتي دي بيجي في اخرها تو بس انت هتستخدم بعدها فيرب زائد ING. هديك مثال، بيقول لك بي اللي هو فيرب تو بي، سواء ام ويز وار ووز او وير، او كلمة جيت لما تيجي مع يوزد تو هيجي بعدها ING. هديك مثال، لو قال لك شي از يوزد تو، طالما يوزد تو قدامها اهو فيرب تو بي او جيت، لو هنا مثلا قال لي جيتس برضو هتقول ايه بقى هنا مثلا؟ جيتنج اب، الاستيقاظ مبكرا مثلا اهو. يبقى الحاجات دي هتكون فيها تو بس هيجي بعدها اي ان جي، اهو تو اي ان جي. نفس النظام ثانكس تو بفضل هيجي بعدها فيرب زائد اي ان جي. كلمه لوك فورورد تو يتطلع الى فيرب زائد اي ان جي. ليد تو يؤدي الى اي ان جي. ان اديشن تو بالاضافه الى يجي بعدها الفيرب زائد اي ان جي. ديو تو بسبب اي ان جي. اوينج تو اي ان جي. Object to معترض على، be accustomed to معتاد على. يبقى دول واحد يقول مثلا ما كتبتهمش ليه في الاول؟ احنا خلينا لهم تصنيف لوحدهم لان هم فيهم حاجه غريبه ان هم اخرهم to بس بيجي بعدهم الفيرب زائد ing. بعد كده عندي الفعل hear يسمع و see يرى و notice يلاحظ watch يشاهد. ينفع يجي وراهم مصدر وينفع يجي بعدهم فيرب زائد ing بس المعنى مختلف. قال لك لو جه بعدهم مصدر معناه ان انت سمعت او شفت او لاحظت او شفت الشيء كامل. هقول لك يعني ايه دلوقتي. ولو جه بعدهم فيرب زائد ing معناه ان انت شفت جزء من الحدث. يعني ايه؟ هديك مثال، اقول لك مثلا I انا hear انا سمعت احمد. لو انا قلت sing يغني اهو مصدر اهو a song سمعته بيغني أغنية. هنا هير جاي بعدها مصدر، طالما هير جه بعدها مصدر مش هير بس كلهم، جه بعدها مصدر معناها إن أنا سمعت الحاجة كلها. يبقى لما أقول I hear أحمد sing a song يعني أنا سمعته بيغني الأغنية من أولها لآخرها. إنما لو أنا قلت I hear أحمد أنا سمعت أحمد singing a song معناها كده ان انا ايه شفت جزء او سمعت جزء بس من الاغنية. تمام؟ كلهم كده hear و see و not to watch لو جه بعدهم مصدر يبقى الحاجة اكتملت قدامي. لو جه بعدهم verb زائد ing لا، ده انا شفت جزء من الحدث. سيب لك البورد ونرجع نكمل مع بعض. اخر جزئيه معانا بالنسبه للافعال او التركيبات اللي بيجي بعدها تو المصدر واي ان جي، الجزئيه اللي موجوده معانا دلوقتي. عندي انا حاجه هنا، اول حاجه الفعل ايه؟ ايزي. ايزي اللي هو ايه؟ او الصفه ايزي سوري اللي هي معناها سهل. وهابي سعيد، وساد حزين، وجلاد، وريدي مستعد جاهز. ريدي انا كاتبها تاني. وممكن ديفيكالت برضو صعب. مالها مجموعه الصفات دي؟ مجموعه الصفات دي لو هيجي بعدها فعل هنضيف له تو المصدر. يعني ممكن اقول مثلا it's easy for اي حد احمد مثلا to study this subject، سهل جدا عليه مذاكرة المادة دي. يبقى الصفات دي لو هتجيب بعدها فعل، لو هيجي بعدها فعل نضيف له to الايه والمصدر. عندي برضو كلمة the first وكلمة the second و the last و the next، الحاجات دي برضو لو هتجيب بعدها فعل هتجيب بعدها to زائد المصدر. بعد كده عندي ادوات الاستفهام what how where، لو هتجيب بعدهم فعل يبقى تو المصدر. يعني مثلا ايه؟ واحد يقول I didn't know. I didn't know انا لا اعرف. I didn't know anywhere to go مش عارف اي مكان اروح، او where to go اين اذهب اهو. يبقى ادوات الاستفهام ديت لو هتجيب بعدها فعل هتجيب بعدها برضو تو المصدر. بعد كده عندي كلمة had better would rather و make و let بيجي بعدهم الايه؟ الفعل في المصدر. يعني مثلا اقول I من غير تو I would rather study. I would rather travel. يجي بعدهم مصدر. بس خلي بالك من make لو مفعول، لو جملة مجهولة يجي بعدها to المصدر. عندك بقى كلمة advice و allow ينصح ويسمح و permit يدع
وريكومند يوصي وانكارج يشجع. مالهم دول؟ خلي بالك معايا، بيقول لي دول لو ما فيش مفعول بدون مفعول، لو ما فيش بعدهم مفعول هيجي فيرب زائد اي ان جي. يعني ايه؟ مثلا اقول مثلا وي دونت allow، نحن لا نسمح بالسموكينج، بالتدخين هير. هنا ما فيش مفعول بعد allow، او ما فيش حاجه فعل تجيب له اي ان جي. طب لو في مفعول يجي بعدهم تو المصدر، يعني الجماعه دول لو في مفعول اهو وي دونت allow، نحن لا نسمح مثلا لاني وان، لاي حد، تو سموك هير، ان هو يعمل ايه؟ ان هو يدخن هنا. يبقى advice و allow و permit و recommend و encourage. لو الجملة ما فيهاش مفعول بعدهم، مفيش مفعول، ing. لو في مفعول to المصدر. طبعا اخر فعل معانا اللي هو الفعل help. الفعل help ده فعل مشهور، براحتك عايز تجيب مصدر بعده ماشي، to المصدر ماشي. اكتب الملاحظة دي عندك برضو، help ينفع to والمصدر، وينفع مصدر على طول. يعني مثلا ممكن اقول I help احمد، انا ساعدت احمد to do، ان يفعل his homework. وممكن اقول I help احمد do his homework على طول. يبقى الفعل help من الافعال اللي ممكن يجي بعده to المصدر، وممكن يجي بعده على طول مصدر. ودي كده اخر جزئية معانا في الوحدة السادسة. انتظرونا ان شاء الله في الفاينل ريفيجن، المراجعة النهائية. واللي عنده اي مشكلة في الدرس ده اكتب لنا في التعليقات. انتظرونا في الفيديو القادم، منتظرين دعواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.